هاي. هلأ من آخر الكتب اللي قرأتهم ب2020 كان كتاب ساندرا سراج ما لا نبوح به. هلأ الكتاب قرأته على مرحلتين، المرحلة الأولى قرأته قبل أشهر ووقفت لأنه نرفزني الكتاب بسبب بصراحة الشخصية الرئيسية اللي هو آدم. I was like that's it I hate him. أوكي، وأنا قلت لكم لما أكره شخصية رئيسية بصير كتير صعب أكمل في القصة أو أندمج فيها. هلأ هلأ في ناس بيشوفوا أن انتقدت كتاب ساندرا شوي الأول شوي too much، بس this is the thing، ساندرا يعني كاتبة موهوبة، في عندها إشي، عشان هيك لما انتقدتها أنه ممكن تكون أحسن لسه، she could do much better، عشان هيك بضلني كمان أجيب كتبها لأنه في عندها إشي. أول إشي في عندها كتير جمل رائعة جدا، في طريقة بناء القصة بدايتها بتكون شوي weak أو ضعيفة وبعدين بتصير أحسن. This is what happened in this book. فخليني أحكي لكم عنه. هلأ رح أحكي النقاط اللي حسيتها فيها مشكلة في القصة، بس رح أحكي أنا شو عجبني في الكتاب كمان وأحكي لكم ملخص الكتاب. Okay, so basically نرجع نشوف. Okay. اسم الشخصية الرئيسية إيلين. إيلين بتكون بنت فجأة هيك، يعني هيك ببلش القصة، إنها بتترك رسالة لأمها إن هي رايحة ومسافرة تقعد في بريطانيا لسبب هي ما بتذكره لآخر الكتاب. لما تروح على بريطانيا بتقعد عند واحدة صاحبتها، ومرة بكافيه بتقابل هذا الشاب اللي هو آدم اللي هو بطل القصة. هلا القصة بتيجي بين يعني بتنحكى من طرفين هم آدم وإيلين، وكمان بتنحكى بالماضي تبع آدم. لسه احنا هون ما بنعرف الماضي تبع إيلين. إيلين بتكون دارسة تخصص علم نفس، نسيت آدم شو بيعمل بس بيكون بشركة، فبتقرر انها تكون السكرتيرة تبعته عشان she loves him so much، بدها تعرفه واشياء زي هيك. فاخر اشي بيقرر انه هو حابب يتزوجها. اوكي هلأ ما رح افوت في القصة اكتر من هيك لاني رح اعمل spoilers، يعني رح اخرب لكم اياها. لا ما رح افوت اكتر من هيك لانه في زي حبكة صغيرة وبعدين خلص that's it. اوكي هلا انا كانت مشكلتي الاولى مع الكتاب انه في اشياء مش منطقيه. مثلا انا بحس انه هاي الاشياء البوينتس، بعرف الكتاب بيحكوا انه خلص مشيها عشان القصه، بس انا ما بحب امشيها، بحب كل اشي يكون في الديتيل موجود في الكتاب. مثلا إيلين بتحكي لنا انه هي بنت مصريه، يعني احنا كمواطنين عرب ما بتقدر تفوت لا بريطانيا ولا اي مكان في اوروبا بدون فيزا معينه. هي على السريع قررت انا رح اسافر وتركت كل اشي وراحت. That does not make sense. تاني اشي بعرف انه كتير يعني obvious اللي هي شغلة الفلوس، انه is it so easy to go out، يعني احكي لنا مثلا انه البنت مثلا غنية، البنت عندها جنسية تانية، something like that عشان يكون اكتر مقنع السيناريو. تاني اشي البداية زي ما قلت في هذا الكتاب البداية weak، بس الجزء التاني من الكتاب it becomes better، وصعب احكي عنه لاني بخرب القصة. بس مثلا في مقطع اخير في الكتاب اللي يعني بتموت شخصية في الكتاب كتير ضايقني وبكاني الموضوع. It was really heartbreaking. زعلت كتير عائلين. هلأ ككل مش انه القصة سيئة او مش سيئة، انا بحكي ككل. اول شيء كبداية انا ما عجبتني البداية، بس كتير حبيت شو صار بعدين، عشان هيك كانت كنت حاطة للكتاب يعني review very bad، تحولت صارت 3 stars رح اجددها بعدين. So my point is الكتاب لمين بنفع؟ الكتاب بنفع للناس اللي بيحبوا الرومانس درجة الأولى. كتب ساندرا تتمحور حوالين الرومانسية، و تتمحور حوالين كمان الكتابة الخفيفة والمودرن، فإحنا بنقدر نحكي إنها كاتبة مودرن. مثلا من الأشياء اللي أنا أصلا بتخليني كتير أحب ساندرا، بحس فيها يعني زي صلة روحية بيني وبينها، غير انه الرومانسية، انها بتحب البحر. انا بعشق البحر، كل حدا بيحب البحر. I'm like oh في بيناتنا connection you know so this is important. هلا رح احكي لكم شو جوا الكتاب topics عشان تعرفوا انه is it for you or not. هذا الكتاب مش زي هذاك الكتاب اللي قلت لكم عنه قبل اللي هو شو اسمه الى ما لا نهاية. الى ما لا نهاية كان فيه عنصر paranormal و reincarnation وإلى آخره. هذا الكتاب no ما فيه paranormal things. هذا الكتاب بيحكي عن الزواج، الحب الأول،
عدم التوافق، تلاقي your soulmate، الفرص الثانية، بحكي عن الموت، بحكي عن الخيانة، بحكي عن الانتحار، بحكي عن فقدان الولد، بحكي عن علاقة الأهل في أولادهم. Yeah, I think that's it. بيحكي عن الفرص الثانية. So yeah, I think هذا أكثر إشي الكتاب بتمحور عليه، اللي هو الفرص الثانية. So أنا أكثر إشي لفتني كمان في الكتاب بصراحة، طبعا غير الغلاف، إنه العنوان كتير حلو، ما لا نبوح به، في كتير أشياء ما بنحكي عنها، صح؟ So yeah, that's it. So if you read it, tell me. إذا قرأتوه ما حبيتوه أو حبيتوه احكوا لي ليه. وإذا حابين تقرأوه tell me. Have a lovely day. Bye.